أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. من شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد عبد الله ورسوله، اصطفاه الله واختاره ليكون رحمة للعالمين، فقد بشر وأنذر وبلغ رسالة ربه ونصح أمته وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن صلح من أمته إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة الكرام، أيها الحضور الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم إن شاء الله من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر العظيم. اللهم يا رب، لا علم لنا إلا ما علمتنا، فزدنا علما وإيمانا وهدى وتقى وعفافا وغنى، واجعلنا يا رب من عبادك الصالحين. ها نحن نلتقي مجددا في سلسلة دروس فقه العبادات، وما زلنا مع عبادة الصلاة وصلاة الجنازة وما يتعلق بها من أحكام. وقد كنا ذكرنا يعني جزءا من هذه الصلاة، وقلنا بأن الصلاة الراجح، القول الراجح، أنها فرض كفاية، كفائي، يعني إذا قام به بعض من المسلمين سقط عن الآخرين، وهي من حق المسلم على المسلم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنا قلنا بأنه يعني كاين قول في المذهب بأن صلاة الجنازة يعني مستحبة، ويعني هي أقل حتى من السنة والراتبة، ولكن القول الراجح الذي ذكره الإمام أبو زيد القيرواني في الرسالة بأنها يعني فرض كفاية، وهذا الذي عليه يعني جمهور العلماء. وقلنا بأن صفتها هي أربع تكبيرات، هذا القول الذي يعني آخر صلاة يعني صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا وردت بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعة وصلى خمسة وصلى ستة حتى التسعة تكبيرات، هذه كلها قد وردت. لكن الذي صلى يعني الحديث الأخير، حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما صلى على النجاشي، يقول الإمام أبو هريرة كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صففنا من خلفه في المصلى فكبر على النجاشي أربع تكبيرات، كما جاء في حديث أبي هريرة كما قلت الذي رواه الإمام مسلم، وهذا الذي عليه في المذهب. وأما أركان يعني الصلاة الجنازة هي أربع تكبيرات، والتكبيرة الأولى يعني في الحقيقة حمد وثناء أو قراءة سورة الفاتحة كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. التكبيرة الثانية هي صلاة الإبراهيمية، أي الصلاة وهي أفضل ويعني صلاة وأكمل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الثالثة الدعاء للميت، وذكرناه وسنذكره إن شاء الله. والرابعة إما الدعاء للميت وإما الدعاء للمسلمين كما ورد، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. أما أركان صلاة الجنازة يعني فرائضها لابد الإنسان أن يأتي بها، أولا النية، هذه قلنا في كل أعمال إنما الأعمال بالنيات، أولا لتمييز العادة العبادة عن العادة، وثانيا تمييز ما هو يعني ماذا، ما هي صلاة، ماذا الصلاة تصليها. ولا يشترط أن تعرف أن الصلاة الجنازة ذكر أم أنثى، حتى وإن دعوت بالذكر ثم وجدت بأن أنثى أو دعوت فلا حرج في ذلك، المهم الدعاء. وهذا كي يعود الإنسان يعني لا يعرف يدعو بمذكر، لأن هذا يعني المذكر يشمل المذكر والأنثى كما جاء في كثير من أحكام الدين. يا أيها الذين آمنوا، الله تعالى يخاطب المؤمنين والمؤمنات يعني الرجال والنساء. ثم التكبيرات الأربع، وهي يعني بمنزلة التكبيرة، هي بمنزلة الركعة، فالأربعة كلهم فريضة، كل تكبيرات فهي فريضة، يعني الذي لا يأتي بها تكبيرة فصلاته باطلة. كل إنسان ما يعرفش ركع مثلا مسبوق وسلم وخلاص انتهى، فصلاته باطلة.
إلا إذا كان سهى ورجع يعني عن قريب يزيد يجيب التكبيرة الرابعة ولا التكبيرة اللي فاتوا ويسلم وانتهى الأمر. ما فيهش سجود بعدي ولا قبلي، يعني ما فيهاش صلاة، ما فيها ركوع ما فيها سجود. كذلك الفرض الآخر وهو القيام، القيام فيها إلى أن تتم، إلا بالنسبة للعاجز الذي لا يستطيع. أما الذي يستطيع فلو صلىها قاعدا بغير عذر فلم تصح صلاته باتفاق. كذلك الفرض الرابع وهو الدعاء للميت، يعني في محله وصفته كما جاء: اللهم اغفر، اللهم انك فجات، اللهم ان عبدك وابن عبدك وابن عمتك كان يشهد انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا من بعده. وكذلك المرأة: اللهم إنها أمتك، ابنة عبدك وابنة أمتك، ويستمر في الدعاء. كذلك بالنسبة للدعاء كذلك: اللهم يعني باعد بينه وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله بماء وبرد وثلج، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله وغيرها. ويستطيع الإنسان حتى أن يدعو بدعاء غير مأثور، يعني هذا الدعاء يقدر يستطيع الإنسان، يعني اللهم خف عليه ضمة قبر، اللهم ثبته بالقول ثابت، اللهم قه كما ورد في حديث كذلك النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم قه أعذه من عذاب القبر وعذاب جهنم وأدخله الجنة وغيرها. وإن كان طفلا قال: اللهم إنه عبدك وابن عبدك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم، ولا تفتن وإياهم بعده، اللهم الحق بصالح السلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وعافيه من فتنة القبر وعذاب جهنم وغيرها. وإن كان جمعا، يعني إذا كان مذكر مثنى، يعني رجل امرأة، يذكر التثنية بالتذكير: اللهم اغفر، اللهم إنهم عبديك وابن عبديك وابن أمتيك وكذا. وإذا كان إناث مؤنث: اللهم إنهما أمتيك وابنة عبديك وابنة أمتيك كانتا تشهدان أنك أنت الله لا إله أنت وغيرها. وإن كانوا جمع: اللهم إنهم إماءك وابناء إمائك وابناء عبادك وكذا إلى. وفي التكبيرة الرابعة يقول: إما اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وبرد وثلج، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثى، اللهم من أحييت منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. وقد وردت أحاديث وأدعية كثيرة، والمسلم يحفظها خاصة يعني الشاب وكذا يحفظ هذه الأدعية، لأن الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدعاء المختصر والدعاء الكامل الجامع، يحب الاختصار في الدعاء وأن يكون جامع. وأنا قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء كان لما يزور المقبرة يقول: اللهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، لا اللهم نسأل لكم أو نسأل الله لكم ولنا العافية. تعالى العافية تشمل كل خير الدنيا والآخرة. بالنسبة للدعاء وكذلك السلام بعد التكبيرات الأربعة، السلام بعد التكبيرات الأربعة. وقلنا بأنه من سنة صلاة الجنازة الإسرار يعني بها بالدعاء وكذا، كذلك رفع اليدين عند تكبيرة الأحرام، كذلك الابتداء الدعاء بحمد الله والثناء عليه، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ووقوف الإمام والمنفرد على وسط الرجل وعند منكب المرأة، هذه عند المالكية. لكن في السنة الواردة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المالكية يقولوا بأن لما جاء الحديث هذا وقال بأنه يعني إن تكون يعني المرأة، وهذه خاصة كانت لما كانت يعني تكشف، أما الآن يعني ستار وغطاء وكذا ما تظهر، يعني لأنه كان يعني الإمام النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند يعني وسط المرأة حتى يستر عورتها عن الناس، ولهذا الملكية قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الرجل يعني لما الإمام آخر من غير النبي صلى الله عليه وسلم قال يقف عند منكبها، يعني تقريبا عند رأسها،
وبالنسبة للرجل يقف في وسطه، لكن السنة الصحيحة وهذا لا حرج فيه، يعني حتى من الأمور مستحبات، يعني لا لا لا, لا, لا ليس فيها يعني لا تنقص من الصلاة الجنازة شيئا. والإنسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني عندما بدأ يقول أخلصوا لأخيكم الدعاء، يعني أخلصوا له الدعاء، يعني اجعله يعني اجعل الدعاء كله للميت، يعني هو الآن في أمس الحاجة إلى دعاء الميت الدعاء، فهذا هو معنى أخلصوا له. لو كان جاء في الإخلاص لقال أخلصوا في الدعاء، أخلصوا في الدعاء يعني اجعلوا الإخلاص في الدعاء، أما هنا أخلصوا له يعني أخلصوا له الدعاء يعني اجعلوا الدعاء خالصا له، يعني لا تشركوا فيه معه أحد إلا الميت، لأنهم الآن في أمس الحاجة إلى الدعاء، في أمس الحاجة، ولهذا الدعاء ركن أساسي في صلاة الجنازة ولا يحمله الإمام. وقلنا يعني في البداية عند الملك يقول الحمد ثناء، لكن الأفضل ثناء هي سورة الفاتحة، أفضل ثناء. الأمر مسألة أخرى وهو من هو أحق بالصلاة على الميت وترتيبهم. المالكية عدنا الموصى له بالصلاة، الأحق بالصلاة على الميت من أوصى الميت بأن يصلي عليه إذا كان الإساء لرجاء بركة الموصى له وإلا فلا. الملك يقول إذا كان الإنسان رجل صالح ولا إنسان عالم ولا غير ذلك قل هنا نفذ الوصية، وإذا كان رجل عادي قل لا فيها لا حرج، يعني لكن الأفضل يعني ما دام الإنسان وصى وفيه ما فيه كذا. وهنالك يعني من عند الإمام أحمد وغيرها بأنه الإمام الراتب، يعني الإمام الراتب هو الحق الخليفة هو الذي يصلي، وإذا كان الخليفة الآن لا يصلي، يعني الخليفة الآن راه يمثل الإمام الراتب يعني تاع الحي، الإمام الراتب يعني الإمام الذي يصلي أغلب الصلوات بالمسجد وهو يعني المكلف بالصلاة في الحي، فهو أولى حتى من الموصى به عن الملكية، لا غير الملكية. ثم العصبة يعني الآب ثم الابن ثم ابنه ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم الجد ثم العم ثم ابن العم، هكذا يعني الأولى إذا كان من غير الموصي وما كانش إمام الأولى بالصلاة الآب، كان يقول الابن صلي عليه والأب يقول صلي، الأب هو أولى ثم الابن ثم ابن الابن، ابن الابن أولى أن يصلي على جده من الأخ يعني من عمه، هذو العصبة، الابن الاب ثم الابن ثم ابنه ثم الاخ ثم ابن الاخ ثم الجد ثم العم ثم ابن العم، هذا بالترتيب العصبه من الرجال. وقد قال الامام ابن عبد البر رحمه الله اولى الناس بالصلاه على الميت هو الوالي اذا كان عدلا والقاضي وسائر الامراء امراء اذا كانوا عدولا واصحاب صلوات، ولو حضر الخليفة لم يجز أو لم يجز أن يتقدمه أحد، لا يتقدم الخليفة أولى بالصلاة. الأمر الثاني وهو ترقيع صلاة الجنازة، أنا قلنا بالنسبة للمسبوق إذا كان إنسان مسبوق وجد يعني الإمام سبقه، الملك يقول لك لا يكبر حتى يكبر الإمام، يعني لا يدخل في الصلاة حتى الإمام يكبر، لما يكبر الصلاة يبدأ يكبر الإنسان ويجعلها هي الأولى، يعني يصلي الأولى يجيب الفاتحة أو الثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم التكبيرة الثانية يجيب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن لما يسلم الإمام مثلا الحق بين تكبيرتين قالت له تكبيرتين، هنا إذا كان الجنازة مزالت الجنازة مزالت موضوعة هنا يكمل يجيب التكبيرة الثالثة يعني الدعاء للميت، والرابعة إما الدعاء للميت ولا الدعاء العام مسلمين ويسلم. إذا كان تحمل مباشرة يعني غير سلم الإمام تحمل، هنا يولي يجيب التكبيرات الله أكبر الله أكبر السلام عليكم تهلا، وسبقوا الإمام يأتي يقضي ويسلم، هذا بالنسبة للمسبوق. بالنسبة لترقيع الصلاة الجنازة يعني في الزيادة والنقصان، إذا زاد الإمام على أربع الأربع عمدا أو سهوا كره للمأمومين أن ينتظروه بل يسلمون دونه وصحت صلاته وصلته. إذا كان المأموم أو الإمام زاد على أربعة عمدا والله سهوا المأمومين ما ينتظروش،
خلاص لما يزاد يسلموا وانتهى الامر، صلاته صحيحه وصلاته صحيحه، هو هو سام. ايه اذا كان لك. واذا انتظروه فلا حرج حتى يسلموا يسلموا، ما له حرج، لكن افضل انهم يسلمون. ايه لهذا كره او كره للمؤمنين ان ينتظروا بل يسلمون دونه وصحت صلاته وصلتهم. وان نقص عنها وهو يرى ذلك مذهبا له فلا يتبعه المأمومين في النقص بل يكملون التكبير الرابع اربعا وصحت صلاه الجميع. اذا كان الامام يرى، لان بعض المذاهب يقول لك ثلاث تكبيرات تصح ثلاث تكبيرات، هذا يعني هو يتبع مذهب من المذاهب، فالمأمومين لا يسلمون معه بل يزيدون يكملون التكبير الاربعا ويسلمون، وصلاته صحيحه صلاه لانه يتبع مذهب وصلاتهم صحيحه. هذا بالنسبه واذا وصحت صلاه الجميع. اما اذا نقص عمدا فان صلاته تبطل وتبطل صلاه المأمومين تبعا لصلاه بطلان صلاه الامام. لو كان الامام عمدا بطل صلاته، السلام عليكم وسلم، خلاص تبطل صلاته صلاه المأمومين يعاود. اما اذا نقص يعني سهوا او والا نقص عمدا او سهوا سبح له المأموم، فان رجع عن قرب وكمل التكبير كملوه معه وصحت صلاه الجميع، وان لم يرجع ولم ينتبه الا بعد زمن طويل كملوهم وصحت صلاتهم وبطل صلاتهم. هو اذا كان نقص عمدا ولا سهوا يسبحون به يزيد الا ما حبش يزيد، هو هما يزيدوا التكبيره ويسلموا ايه وخلاص انتهى الامر. واذا يعني هو رجع يعني مثلا ربما سهوا ولا غير ذلك رجع وكان قريب هنا يكبروا يكبروا معه وانتهى الامر، اذا كان بعيد يولوا هما يكبروا و صحت صلاتهم هم وهو صلاته باطله، لانه طال الزمن بين التكبيرات الثلاثه والتكبيرات الاربعه. هذا بالنسبه للترقيع خي مفهوم. وكان مثلا الامام والله المأمومين يخطا يسلم غلطه هاك سهام سلم، ما لا ينظر هذا السيد يكمل واش بقى له برك ويزيد يعاود جديد تسليم كما المأمومين في الصلاه. كنا كون يسهى المأموم في الصلاه وسلم خطا ايه الامام ازاي ما سلمش؟ انت مرات كان تحي الانسان يدور حرا يصلي بمفرده يقول السلام عليكم، ايه بعد فكر المأموم خلاص يتوقف، لما يسلم الامام يسلم معه ولا شيء عليه، لان هذا كان دار الامام هو اللي ترتب. احنا قلنا الامور اللي ما يحملهاش الامام في الصلوات ها اللي ما يحملش عنك هي الاركان الفعليه ها مثلا ركوع سجود كذا، اما بالنسبه لكون تكبير نقص تكبيره ولا تكبيرتين ولا غير ذلك يعني كلش على الامام، ولا الفاتحه ما قريتهاش ها كذا، فالإمام يحمل عليك كل شيء. إيه. الأمر الآخر هو بالنسبة للصلاة على الميت في المساجد، وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد صلى يعني في المسجد كما جاء في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، لأن في الملكية فيه قول يعني فيه قول يعني هنالك من الملكية الذين يعني نهوا عن الصلاة في المسجد، قال خاصة يعود كشما يعني يخرج من الميت ولا غير ذلك يعني لتنجيس حتى يعني تنزيه المسجد. ولهذا نرى يعني بعض المساجد أنا شفتهم في خاصة في الشرق ولا كذا المشرق تاع الجزائري الشرق الجزائري يعني دارين مكان خاص بالصلاة الجنازة، ايه يخرج الامام ولا كذا في مقصوره ولا امر ويتبعوه المأمومين. ومرات يعني والان الحمد لله يعني حتى وين يخرج ما يعني الحمد لله، ربما يعني هذا الامر كان في السابق لما كان يعني الستار واللباس وهذا قضيه القماش كانت عزيزه، الامر عزيز، ولهذا يعني الامام له النبي صلى الله عليه وسلم قف وراء المراه حتى يخبئ ويستر عورتها عن المأمومين. إيه. اما الان يعني راه الانسان مغطى ما يظهر منه شيء، حتى الشكل تاع الجسد تاعو لا يظهر، تغطى بحنبل وتغطى بملح ولا بعده اغطيه يعني ومجمول وكذا، والان محمل كامل وكذا يعني ما في حرج. العله تاع المسجد تاع النهي عن المسجد في ما في حرج. تفضل.
نواصل بإذن الله تعالى. قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم على ابن البيضاء في المسجد، يعني والعلة اللي يعني لا يصلي على المسجد عن التنجيس يعني الآن لا ما غير موجودة، وربما الآن خاصة الآن ذوق المقابر والله الناس العمل وغير ذلك، لماذا نحرم الناس من أجر الصلاة؟ إيه الأجر الصلاة الآن ربما ذوق الآن مقبرة قريبة، لو كانت مرة تكمل هذه المقبرة تعود في الخلوة تعود 7 كيلومتر ولا 8 كيلومتر، إيه الآن من الإنسان يستطيع كذا من الأمور، وللأحسن الأفضل يعني تصلى في المسجد، يعني تولي مساجد رئيسية مثلا في الأحياء تجمل يعني يديروا مقاطعات وكل مسجد رئيسي يديروا الإعلان يعني اللي يحضر الصلاة الجنازة في المسجد الفلاني يصلى عليه، واللي يحب يزيد شيء به يزيد يدي الأجر متاع القراط الآخر يتبعوا إذا كان إنسان عنده يعني فراغ ولا عنده وقت وتنال الناس الأجر، ولا يحرم الميت يعني من الدعاء وكذلك لتعطيل الأمور، وخاصة يا إخواني إحنا عندنا بحق عندنا يعني هذه السنة عن الناس يعني يتبعون الجنازة. قبل ما نواصل كذلك يعني نذكر بعض الأمور مثلا في قضية تشيع الجنازة وقضية المشي والركب وغير ذلك. أولا حكم حمل الجنازة هذا فرض كفائي لابد أن تحمل، وهذا قد نقل الإجماع الإمام النووي وابن مفلح وابن حجر رحمه الله بأن أجمع العلماء جميعا بأن حمل يعني الجنازة أو الجنازة فرض كفاية، يعني إذا قام به أن يحملوه وأن يشيعوه إلى قبره هذا فرض على الناس أن يحملوا الميت ويدفنوه، لابد أن دفن. الأمر الثاني وهو حكم تشيع الجنازة يعني والمشي، وقد ذكرنا لازم نذكر الإخوة بأن تشيع الجنازة هذا أمر يعني مأمور به الإنسان أولا كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعود أن نزور المريض وأن نشيع ونتبع الجنائز لأن فيها مواعظ وفيها أجر، وكذلك تشميت العاطس، العاطس يعطس ويقول الحمد لله تقول يرحمك الله، هذا تشميت لأن يعني المشركين كانوا يتطيرون من العطاس، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان والعطاس من الله، ورحمة يعني وراحة للإنسان. كذلك إجابة الداعي يعني دعوة وليمة ولا غير ذلك يجيبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان مفطرا أكل وإن كان صائما صلى، أي دعا لصاحب الولي، ورد السلام لأنه واجب، وكذلك نصر المظلوم، الإنسان يجد أخا مظلوم كما الحمد لله رحمكم الله وصحبانكم، و إبرار المقسم إذا أقسم عليك أخوك يعني أن تبره يعني وأن لا تتركه يحنث الحمد لله عليكم الله سبحانه.
ونهانا عن خواتم الذهب وعن الشرب في الفضة أو آنية الفضة وعن المياثير، والمياثير هي هذه كان ثياب الميثرة وهي ثياب من حرير كان تلبس فوق الثياب كمثل الرداء، كذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للذكور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والذهب قال هؤلاء حرام على ذكران أمتي وحلال على إناثهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عن القسي وهي الثياب المصنوعة من الكتان المخلوط بالحرير، وكذلك عن لبس الحريري والدباج، الدباج هو أعظم وأحسن يعني صنع من الحرير وهو أغلى يعني أغلى ثياب وأغلى يعني نوع من الحرير، والاستبرق من النوع كذلك ما غلظ من الحرير. أما بالنسبة للمرأة، المرأة فيها كذلك هذه مسألة بالنسبة لزيارة المقبرة وإلا تشييع الميت، هذا فيه خلاف، هنالك من العلماء من قال يكره للمرأة اتباع الجنازة، وهذا مذهب الإمام الشافعي والحنابلة وقول بعض السلف، وهذا كما جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم ولم يعزم علينا، يعني لم ننهى نهيا يعني نهينا نهيا غير محتم وهو محمول على كراهة التنزيه، يعني خشية الفتنة أو أن المرأة لا تصبر أو كذا وغير ذلك، ربما ترفع صوتها ربما كذا، يعني المرأة رقيقة وفي عاطفة. وهنالك قول وهو قول الحنفية وقد اختاره الإمام ابن باز رحمه الله ابن عثيمين، يقول بأن يعني المرأة لا يجوز لها اتباع الجنائز ولا زيارة المقابر، وقالوا بأن الحديث حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز بأن النهي يفيد في أصول الفقه الحرام، النهي يفيد التحريم لأن الأصل في النهي هو التحريم، وكذلك يخشى في ذلك من الفتنة لهن وبهن وقلة صبرهن، هذه مسألة خلافية. وإذا كانت مرأة تفتتن والله كما رأنا نشوف مرات في مقابر والله في أعياد ولت فتنة حقيقة، يعني ريخوني راه مرات العلماء راموش يقولوا على هواه، راموش يعني تظنوش يعني راه العالم يعني راه يعني حاب يحرم، أبدا أبدا، يعني الإنسان كلما تعمق وعلم وعرف أصول الدين إيه؟ والإنسان يعني العالم اللي يعيش الحياة ويعيش مع الناس يرى يعني يرى أمور، وهذا الدين يقاس على الناس جميعا، مش خاص بواحد ولا ربما تقوي إيمانك، كاين إنسان اللي ما ضعيف ما يقدرش مستحيل، إيه لازم كاين حدود وكاين شرع وكاين دين يضبط سلوك وإلا أمور، يعني مرات راه يا إخواني تشوف كاين في الجمعات وكذا تشوف تولي المقبرة صوغ يا تروح يروح السمت تاعها والله في أعياده فتنة عظيمة، أخي مازال ما داروش تكنيك، هاي فرش وكل ذم وخلاص كما راه الناس اللي كاين الخمارة يخمروا في المقبرة، والله الإنسان أكرمك الله لهم يقضوا حوائجهم يتبول ويتغوط في المقبرة، يعني سبحان الله العظيم، هنا تعجب يعني من إنسان يعني الجرأة، هو ما تعجبش على الحق هذا، العجب ربما كان في السابق، لأن يعني حتى الآن هاي الناس قصت قلوبهم في المقابر في الجنائز ويضحكون ويدخنون، تدخين في المقبرة يعني يعطيه قلبه يتكيف، ما نهضروش الحكم تاع التدخين، يعني يتكيف دخان ربع جنائز يضحك بملء فيه، هذا شيء عجيب يعني في هذا الزمان من أعجب الأمور ما نراه من عيشه، يعني سلك ربه الله يخمر في المقبرة، ولا ما نرى السفور والتبرج في المقابر ولا الأمور، ولا ما نرى الإنسان يعني يقضي حاجته كرمكم الله يعني المقبرة قدام القبر تشوف العزة تشوف الجدران كرمكم الله يتغوط وكذا بول للنجاسة وكذا، يعني سبحان الله العظيم، يعني مقبرة وفيه راه في خوك في بويك في أمك في كذا، مقبرة سبحان الله، مقبرة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها وذكر لها دائما ذكر إخواني دائما هذه ذكرها نفسي وذكر كل واحد منا شعار المقبرة، المقبرة مفروض خلينا من الدعاء للميت تنفعهم دعوة، لكن هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها فإنها ترق القلوب وتدمع العيون وتذكر بالآخرة، هذه ثلاث أمور، المقبرة حاول به ترقى قلبك، حاول به تزيد تلك القساوة،
حاول بأنك تبكي تبكي، تذكر ذكر ذكر إخواني، ذكر هؤلاء الرجال، نساء، حسنوات، شباب، عظماء، أمراء، كان ناس ولاة، مدراء، مسؤولين، أغنياء، يعني كان منهم من المنصب ومن الجاه، وأصبحوا تحت تراب في القفر في الخراب، يسكنون في الخراب، والدود قد نهش لحومهم وقد بالوا يعني عظامهم وتقطعت أوصالهم، يعني سبحان الله. والذكر اللقاء هذا الفيصل، هذا هو الحد، هذا هو الخط الذي يفصل عن الدنيا وما فيها والآخرة وما فيها من أهوال. هذا الخط يعني المقبل، القبر هو أول منازل. يعني في الحق سبحان الله لازم الإنسان المؤمن يا إخواني، وهذا الأمور لابد للإنسان المسلم أن يستشعرها. ولهذا يعني تكون إذا كانت المرأة مثلا كي مرات مثلا الأم مكلومة وكذا، يعني ربما نأخذ بالقول تاع اللي قال يعني تكره كذا، إيه حتى يعني ربما هذا فيه تصبير لها وفيه يعني طمأنينة. وإذا كان عامة الناس يعني في الحقيقة، وهنالك من العلماء إيه لم يذكرها يعني المؤلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن زوارات القبور، قال الزوارات يعني كثيرات الزيارة، ربما إذا كانت الزيارة نادرة مرات هكذا للتذكير ولا كذا، وفي غير يعني ما تكونش في فتنة وتكون يعني المرأة يعني مبتذلة ولا غير ذلك، هذا ربما يأخذ بأنه يعني الكراهة فقط وليس للتحريم. أمر آخر وهو بالنسبة للمشي يعني في اتباع الجنازة، ما هو الأفضل، المشي أو الركوب؟ هو في الحقيقة إذا كانت قريبة، إذا كانت مسألة يعني بعيدة ولا غير ذلك، الأفضل هو المشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروري فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله، حديث رواه الإمام مسلم. فقال العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو كان موجود الفرس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مشى في اتباع الجنازة، مشى ولم يركب إلا حين الرجوع. وكذلك ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم والبيهقي، وقد صحه الإمام الألباني رحمه الله عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أوتي بدابة فركب، فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا يعني أبيت أن تركب في البداية؟ قال: فإن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء كذلك بأن المشي في الجنازة أقرب إلى الخشوع وأليق بحال الشفيع، يعني الإنسان كأنه يتدلل ويهيئ نفسه لأنه راح يتوسط وراح يشفع الميت عند الله. وكذلك أن المشي مع الجنازة فعل بر وموضع يعني تتواضع الإنسان، أما إذا كانت مسافة طويلة ولا غير ذلك فهذا حتى لا يفسد على الناس يعني تقول الإطالة، ما يجي من الحدود تاع 700 حتى الأشياخ يولي يدير ثلاث سوايع مستحيل، لا الآن تولي فيها إيه، إذا كان القرب الأفضل المشي، وإذا كان يعني إذا كان موجود يعني مكان مسافة بعيدة يعني الإنسان يركب ولا حرج في ذلك. بالنسبة كذلك للمشي يعني المتبعين الذين يمشون، يعني هل يمشون في المقدمة أم في المؤخرة؟ وقد اختلف العلماء من هي الأفضل، يعني الإنسان لمن تبع الجنازة من المشاة هل يكون أمامها أم خلفها؟ وقد ورد في ذلك ثلاثة أقوال، قول بأن الأفضل أن يكون الإنسان لمن تبع الجنازة يعني من المشاة أن يكون أمامها، وهو مذهب الجمهور، الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل، وهو قول بعض السلفي وقال به أكثر أهل العلم، وكان يفعله أكثر الصحابة رضوان الله عليهم، يعني الأفضل أن يمشي يعني في المقدمة أمامها يعني أمام الجنازة. يعني الأفضل يا إخواني إذا كان المشي مع الجنازة أفضل من الانتظار، راه كاين بعض حتى بعض الذين يشرحون الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع الجنازة، من تبع أي مشى معها حتى المصلى والله للدفن والله غير ذلك، إيه فيه قول فيه، ولكن نحن نرجو على الله سبحانه وتعالى الكريم أن يكرمنا. وهنالك قول بأن الأفضل لمن تبع الجنازة من المشاة أن يمشي خلفها، وهو مذهب الإمام أبو حنيفة وقول بعض المالكية،
وقد قال به الإمام ابن حزم رحمه الله، وقالوا بأن استدلوا بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسبع، وأن نتبع الجنائز، والاتباع أن يكون من الخلف لا يكون يعني من الأمام. وهنالك قول ثالث يقول إذا كان الإنسان يعني يمشي فالإنسان يعني يتقدم، وإذا كان يعني راكبا يمشي في الخلف الأفضل أن يكون خلف الجنازة. هذا ما وفقنا الله سبحانه وتعالى ذكره، وبقي أمور تعدفن وغير ذلك، ومما يعني التعزية والأعمال التي تنفع إن شاء الله الميت. فإلى الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية إن شاء الله سوف نواصل. فإلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أعد إخوانا بأن لما ننتهي إن شاء الله نجعل خلاصة يعني حتى يعني 3 دروس أو 4 حتى يعني نذكر الأمور الأساسية بأن الإنسان يبقى يشفع لها ويطبقها يعني في صلاته وفي الأحكام المتعلقة بالجنائز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.